موسم الانتحارات، الثانوية العامة ونتيجة الثانوية العامة، هم بنهار وهم بالنتيجة. اللي ده أهلية بنتي في اسمها أميرة، جابت 67%، وأهلها زعلوا معاها وباباها اتخانق معاها، بيقولوا إن بنته وقعت من البلكونة، وفي شبهة إن أبوها هو اللي زقها وهو بيتخانق معاها، زقها وقعت والبنت جالها كسر في العمود الفقري، حالتها خطيرة. طب النهار لسه ما خلصش، نروح بقى فين؟ على كرداسة محافظة الجيزة، سماح اللي جابت ايه، اللي سقطت، راحت واخدة كوباية عصير وحاطة فيها حباية سم ايه، اي حاجة بقى، سم فيران، سم حاجة، المهم ان هي حاجة قضت عليها. امها دخلت عليها الأوضة، لقيت البنت منتهية، تصحي فيها ما تصحاش، لقيتها ميتة وجنبها ازازة وبقى ايه اللي حطيت فيها العصير وشربته ايه ومشيت. وغيره وغيره، لسه اول النهار ولسه اليوم ما خلصش، والثانوية العامة ونتيجة الثانوية العامة. يا جماعة اطمنوا، الحياة كلها ما بتقفش على الثانوية العامة، وياما دكاترة ومهندسين وشغالين على اوبر، وفي دكاترة مش مبسوطين في حياتهم، بيقولوا يا ريتنا ما دخلنا الكلية دي. الحياة كلها مش كلية ايه اللي انت تخش هندسة وطب، في ناس داخلة كليات عادية وربنا اكرمهم وحققوا اللي هم كانوا بيتمنوه. يعني مش لازم توصل لكليتك من الاتجاه اللي انت عارفه، ممكن توصله باتجاه تاني، وفي ناس بتاخد دبلوم وبعدين تخش كلية من باب تاني، وربنا يكرمهم بيخشوا اللي هم عايزينه. الحياة ما بتقفش، الحياة محاولات. سقط عيد السنة، شد حيلك شوية السنة الجاية وإن شاء الله ربنا هيكرمك، مجموعك قليل، اصبري شوية كده، مجموعك كان الدراسي ينزل لك حاجة، تلاقي نصيبك أكرمك في الحاجة اللي أنت كان نفسك فيها، ربنا أكرمك والمجموع لازم، ما تستعجلوش، بلاش تقضوا على حياتكم، حياتكم غالية، ما تعرفوش تمنها عندنا قد إيه. الأبهات والأمهات دول ذنبهم إيه؟ يعملوا تعملوهم كده ليه؟ مش كفاية الغربة طول السنة؟ مش كفاية رايحين جايين بفلوس ومصاريف؟ كمان يوم النتيجة تحصروهم حسرة العمر كله. انجحوا يا جماعة، نجحتوا هو ليكوا، ما نجحتوش هو ليكوا، بس الأهل ما لهمش ذنب، وما يتعذبوا معاكوا في الأول وفي الآخر، حافظوا عليهم، اللي أثر السنة دي يبقى يسد يحلوا السنة الجاية، واللي مجموعه قليل ويخش كلية يمكن ربنا يكرد له فيها خير، محدش عارف. ما تسبقوش الأحداث، لسه صغيرين وعقلكوا صغير، اسمعوا كلام أهاليكوا وشد حيلكم وان شاء الله ربنا هيكرمكم. ربنا ما بيضيعش عمل حد، ولله الامر قبل ومن بعد. يا ريت الحوادث تخلص النهارده على قد كده. السلام عليكم.